لانه هي كانت على وشك الانقراض في 2012، ونادو شي اشخاص كانت عندهم شي مزارعين ديال شي كسابه ديال الماعز في فلوريدا، نادو داروا واحد التعاونيه واحد الجمعيه باش يحتفظوا على هذه السلاله باش ما تنقرضش. ما هي كانت غتنقرض ما غاديش تبقى نهائيا، علاش؟ لانه هي ما كانتش كت... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات، نتبع قناه تربيه الماعز، معكم اخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم اينما كنتم، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. تابعوا الفيديو ونتمنى ان اعجبكم، اشكركم جزيل الشكر على الدعم والتشجيع. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ما شاء الله الاخوان، فلوريدا بالنسبه بزاف ديال الاخوه سولوني شحال كتنتج ديال الحليب. اليوم غنعطيكم ان شاء الله الانتاج والوزن ديالها شحال كتوزن. بالنسبه لفلوريدا الاخوان راه كتنتج ما بين انتاج ديال الحليب في السنه، غنقول لكم بالنسبه للسنه حسب وزاره الفلاحه هنا في اسبانيا، حسب الاحصائيات ديالهم هي 574 لتر في السنه. السنه هي 274 يوم، 575 لتر في 274 يوم كتنتج في السنه. بالنسبه للدهنيات 4.9 ديال الدهنيات، والبروتينات 3.9. ما شاء الله هذه راه ولدات، هذه راه العام الولده ليها الاولى ما شاء الله. الملحه الاخوان حتى هي الملحه راه مهمه، فيها ثلاثه د النواع، فيها الزرقاء والحمراء وواحد الصفراء. هذه راه الملحه اللي بغات الملحه تجي لهنا، تجي ديال ما شاء الله. الانتاج كما قلت لكم هو هذا، وبالنسبه للاكل راه كتاكل العلف ما بين كيلو ونص، حتى هما الماعز اللي عندها فوق من عام ما فوق من كيلو ونص حتى لجوج كيلو ونص ديال العلف، والتبن راه تياكلو ما بين جوج كيلو ونص حتى ربعة كيلو ديال التبن، والراعي في الغابة فيه كلشي، مجموع فيه كلشي. وبالنسبة للناس اللي كيكونوا عندهم غير في الكوري ما كيخرجوش من الحاضرة، راه كلي تيعطيهم غير التبن وداك العلف المركز، العلف المركز من كيلو ونص حتى لجوج كيلو. هذا هو العلف ديال فلوريدا، الأكثرية ديال المزرعات اللي عندهم هنايا، كاين هنا بالنسبة لهاد المنطقة فيها جوج مزرعات اللي كنعرف، تيعطيوهم العلف المركز مع التبن، التبن ديال القمح، داك التبن ديال القمح اللي تنديرو اللي تنفرشو حنايا الماعز، داك هو اللي تيعطيهم. وما تيخرجوش من الحاضرة، وما تيكون داك العلف مركز خاص بإنتاج الحالي، وهذا هو راه هو اللي تيعطيه. المهم في اليوم راه كينتجو ثلاثة الليترات، تتنتج هاد فلوريدا حسب الدراسات ديال وزارة الفلاحة هنا في الأندلس. ما شاء الله مازال ما ولدوش. وبالنسبة للوزن تتوزن فلوريدا ما بين 60-75 كيلو، النتوى والذكر الفحل تيوزن ما بين 80-100 كيلو. يا ما شاء الله راه كبيرة، هي أكبر، هي السلالة فلوريدا هي الكبيرة كاع في المعز، كبر من الملاقيني وفي الحجم. دا اللياقة البدنية خصبة ما شاء الله. هو في اللحم بالنسبة للجديان ما عندهاش، ما منقبوليش في السوق، لأنهم كيكون عندهم العظم غليظ، لأن هي كما كتشوفوا تبارك الله كبيرة، كيكون العظم ديال الضلوع ولا تيكون غليظ، ماشي بحال الملاقيني ما شاء الله. متنساوناش الإخوان دعمونا بلايك، جزاكم الله خيرا، بارطاجيو الفيديوهات ان شاء الله الاخوان. هذه راه
قربوا يساليو دابا الولاده، بقات واحد النسبه قليله، وجيت عند هذا الصديق ديالي تنجيبو ليه الجديان، هو راه تيربي الجديان وعندو الماعز، عندو هاد السلاله ديال فلوريدا، هو راه مدوز الماعز، مدوز السلالات بثلاثة اللي تيكونو منتجات للحليب بحال الملاغينيا والمورسيانا، دابا عندو هاد فلوريدا. وقال لي راه الملاغينيا هي الأحسن منهم، وقال لي بالنسبة للملاغينيا هي اللي عاجبة على لأنها كتخرج ترعى في المراعي. ودابا علاش كتبها ديالي إخوان؟ لأنه البلاد عنده هنايا دار فيها الزيتون، هيا كما كتشوفوا كاع الأراضي ديالو دار فيها الزيتون، مبقاتش عنده فين يرعيهم إلا خلال فصل الصيف غادي يبدا يخرجهم من الحصيدة. وسولتو على هاد فلوريدا كيفاش، شحال الثمن ديالها وكيفاش تربيتها، قال لي هي مزيانه باش تربيها في الحاضره، قال لي لانه هي كانت على وشك الانقراض في 2012، ونادو شي اشخاص كانت عندهم شي مزارعين ديال شي كسابه ديال الماعز في فلوريدا، نادو داروا واحد التعاونيه واحد الجمعيه باش يحتفظوا على هاد السلاله باش ما تنقرضش، ما هي كانت غتنقرض ما غاتش تبقى نهائيا. علاش؟ لانه هي ما كانتش ما كتعطيش هي مزيان الانتاج، وين يقلبوا ليها على الطرق باش تبدا تنتج الحليب، ولقاو الطريقه باش تتم تربيتها اللي تنتج الحليب مزيان، باش تنتج الحليب هي تكون في الحاضره، تكون في الحاضره، مهم تاكلها كما كتشوفوا ما تخرجش للراعي، مع ان هي واحد المعزلة كبيرة في الحجم كتوزن، خصها تبقى في الحاضرة، وما داك المشي بزاف بحال ما كتنتج به بزاف. المهم قلبوا لي هذيك الجمعية، دارت شي طرق، داروا شي تجارب، تلقاو الوسيلة باش تبدا تنتج مزيان، هي تبقى مسدود عليها في الحاضرة، والتبان والعلف. والثمن ديالها دابا راه غاليه، راه واصله دابا 170 اورو، هو راه شراها 150 اورو، هاد المعزه اللي تشوفوا فيه راه مشري 150 اورو للراس، لانها كانت على وشك الانقراض كما قلت لكم، وقلالت هي اللي قليله، النسبه قليله بقات فيها. ودابا ولاو ثاني الناس اللي ما عندهمش الغابه وعندهم اراضي كثيره فين ترعى، اللي عندهم غير الحاضره هكا يبقاو سادين عليها، بقاو ينتجوا الحليب، ولاو يتعاطوا لهاد المشروع هذا، هاد السلالة ديال فلوريدا، بلاخص ديك الجهة ديال قاديس جهة الخوزيرات وداك الجويه، تماك راه صالحة في ديك المنطقة، كتنتج مزيان على حساب الجو تما، على حساب المناخ اللي تما في ديك المنطقة، توالمها هما قلبوا ليها، المهم على المنطقة اللي توالمها على حساب الإنتاج، وهي الأصل ديالها راه من إكستريمادورا. ما شاء الله انتما كما كتشوفوا راه مرتاحين هنايا، البلاصه تكون فيها الكسيبه مهدنه و تكون ترانكيله راه كتنتج. هذه ماشي بحال الملاغينيا، الملاغينيا كتبغي الغابه وتبغي تخرج، والمرسيانا حتى هي راه الناس مربينا في الحاضر، في الحاضرة الأكثرية مربينهم غير في الحاضرة وتينتجو منهم الحليب. ما شاء الله راه تيوزنو ما بين 70-80 كيلو تبارك الله، هاشي راه مازال ما ولداش. تبارك الله، هذا راه التبن، هذا راه ديك بيرسا، شوف بيرسا هذه راه بحال الشكل ديال الفاصة، بيرسا مع الفول، هذي كتزرع هي والفول مخلطين، راه فيها تا
فيها العلف فيها الحبوب. ها هو نوريكم. بحال داك ابو زغيبه اللي عندنا في المغرب، بحال داك الشكل تيقولوا لها الترسانه في المغرب. ضرب فحل ما شاء الله، الفحل راه تيوزن ما بين 80 100 كيلو. فحل اخر هو ما شاء الله، هو راه فحل تبارك الله. هما راهم ساهلين، هذا فحل جيد هذا ما شاء الله. جاوني بحال داك المعز كاين في السعودية، واحد المعز بحال هاد اللون هذا.